جنابك محترم صحف، أنا أحترمك، أنا أحترم أي شخص، صرخي غير صرخي محترم كإنسان، بس الصرخي إذا يريد يجي يجيب لي علاج للسكر، دواء السكر ما أخذ به، يعني شغل مو اختصاصه يعني، تمام؟ هذا الرجل من يتكلم بالدين هو مو صاحب اختصاص. طيب مرجع، وكذلك أنتوا تفضلتوا ذكرتوا الخالص، الخالصي وين دارس؟ هو يدعي، نعم هو خليه يدعي، احنا عندنا موازين، اكو حوزة، اكو اساتذة، اكو طلاب، واحد يدعي يصير عندنا، حتى انتو نعتب عليكم يعني، ما يصير اي واحد يقول آية الله انت ما تقول هذا آية الله، ضمن الموازين العلمية يعني، انت الان كل واحد يقول انا دكتور تقول له انت دكتور، ما تقول له وين شهادتك وين دارس. طيب هل الاوصاف اللي ينطوها نفسهم من الالقاب العلمية؟ طبيعي سوق، اكو سوق للدين يريد يستفيدون، اكو ناس تجار دين يصيرون، واسوأ التجارة هي تجارة الدين، موجودة حينما تدنى الثقافة بالمجتمع، يجون ناس سحرة وفوالين ورجال دين يستغلون القضية، هذا لازم الشعب يصير واعي، الناس يصيرون واعين، هذا مهم. هذا أكو آية قرآنية جميلة في هالباب، يقول أنه يوم القيامة الناس اللي يدخلون بالنار ملائكة تسألهم أنه أنتوا ليش هيك صار، يقول طعنا فلان هو خدعنا، فالملائكة تسأل ذلك تقول له أنت ليش خدعتهم، يقول أنا ناديتهم هم يجوني فاستجبتم لي، أنا ناديتكم أنتوا جئتوني. الإنسان هو يكون يصير واعي يعرف يميز، والحمد لله ناسنا بشكل عام تميز وتعرف منو مرجع منو يفهم منو كذا، مو هيك الأمور بسهولة، أنت تعرف المرجعية الدينية شقد بها جهد وشقد بها تعب، سنين متمادية الإنسان يدرس، يجي واحد لا دارس لا شيء قال أنا آية الله، هذه مشكلة، هذه مشكلة، نعم بس هي مشكلة لو أن الناس